شنيني هو واني ان كلون دامي لي صحاب من برشا ليسيات من مازاويت من مازاسيس من البي بي تي من برشا ماني كو سوا حتى بيلوت ولا مش بيلوت لو ترونج داج نتاعنا من 15 حتى 18 اكبر واحد فينا بون 19 ما 18 اكبر واحد فينا 18 كي بدينا ظهر لي اكثر واحد فينا عمره 16 وذيك ماني اوني ان كلون اللي نخدموا دي زيفينمون لوبجيكتيف تاعنا نو بريموفوار لا كولتور هيب هوب وكل غير ماني في تونس هذا نحن دون لو جروب تاعو وصلنا قربت 40 فوالا ما بين اما 40 ايكيب كومبليت ماني فينا لي فوتوغراف فينا لي كادرور فينا لي مونتور au final abed li même des rappeurs finalement des rappeurs li lain juste pour l'organisation man une équipe complète comme ça hasi l'underground family chni hkayt hi hkayt amnach ken smat qbel bel bil fama des sessions li siru fi tunis ismou bil li kima tedx ama chni hi la conférence man tedx c'est conférence man yjibou abed yebqa yahki yqirou البيل هي سي جي بعد يبقى يحكي كل ما سي فما كيما نقولوا نحن الاكسشينج ولا الانتراكسيون ما بين البوبليك والسيد هذا اللي نجم يسلو ينجم منعرفش انا يبقى يحكي معه وغيره فوالا جات ليدي منها انه نعملوا بيل اندر جراوند اللي باش نجيبوا فيها عباد من الكولتور اندر جراوند كو سوا الكولتور اندر جراوند تحب ولا تكر راهي ماهيش هيب هوب هكاو هذيك علاش نحن زدنا ميم فيها اسلامور هذيك وقتها وجا حاسيلو خدمنا البيل اندر جراوند هذايا وجاو العباد وكل عرفتنا و سي بون نحن الباج كانت اسمها بيل اندر جراوند وحاسينا انو البروجي تاع بيل اندر جراوند سي بون فيه معناها ما عادش نجم تزيد فيه اكثر فيكو انت عملت البيل عملت لوبجيكتيف نتاعك دوكو جي تيرم تاع اندر جراوند فاميلي كي العباد حسدنا بالرسمي كل عائله معناها ما عادش ان كلون اللي قاعد يخدم هكاك وكاو انا مشينا من نو كونفيرونس البروجي تاع بواد دو برودكسيون ايفينمونسييل احنا نتلهاو بالكولتور اندر جراوند اما مش جست بالهيب هوب خاطر انا نتصور كان باش يوصل نهار باش نحسوا روحنا اللي عطينا الهيب هوب حقه باش نبدلوا الكولتور اخرى دونك احنا البيت نتاعنا ان نوصلوا ميساج بالايفينمونسييل البيوت متاعنا يبدا من الاول ان نحضروا ايدي متاع ايفينمون يكون عندنا بروغرام حاضر ومن بعد دونك احنا نجوش نلمو فلوس باش نعملو باسيت الباقي الكل يجي من الباسيت هذوك فوالا واذا كان باش نحكيو نقولوا نحن على العباد اللي تعاون فينا كو سوا فلوس والا ماشي يعني دي سوفونسيون غيره راه ما فماش معناها يعني خاصة ساعة نحن اول حاجة ما لوجناش برشا دقيق وثاني حاجة فيك اوني ان كلون معناها ما عندناش ان ستاتيو جوريديك واضح Du coup, c'est difficile parce qu'on est tellement des subventions, mais la qui n'a rien à me faire. Get paid, end of. Le خدمة في حد ذاتها راهي كل la production. Je m'en ai. مثلاً اللي تيجي تونا إحنا نخدمو في الإيفنمنت هذا. فهمت الإيفنمنت مثلاً الجي. Le fait اللي تيجي تصنع موسيقى ولا تصنع بيت للإيفنمنت هذا هي في حد ذاتها production. Le fait اللي تيجي تصنع فيديو هي في حد ذاتها c'est معناه c'est produire. فهمت تعطي البرودوي للعباد معناها في حد ذاته لو فيت اللي انت تعمل ايفينمون ليفينمون في حد ذاته سي ان برودوي واللي داير بالايفينمون سير الكل ولا اللي داير بالايفينمون الكل اللي هما فما دي برودوي فهمت هذيك معناها اون فيت نحن نعملوا في البرودكسيون هذايا اما مش لوبجيكتيف نتاعها انك باش تبيع البرودوي هذاك اما لوبجيكتيف نتاعها انك باش تبيع ليفينمون وهذا هو La culture hip-hop, c'est le riche, c'est... La culture hip-hop, c'est aujourd'hui de faire tout ce qui est. La culture hip-hop, c'est ce qui est en train de vivre dans la vie, c'est ce qui est en train de vivre dans la vie, c'est ce qui est en train de vivre dans la vie. Je veux dire que les gens ne sont pas en train de vivre dans la vie, mais ils ne sont pas en train de vivre dans la vie. Nous disons que nous sommes en train de vivre avec le roi, avec le roi, avec le roi. Mais les gens qui sont en train de bombe et qui le message de la vie, c'est ce qui est en train de vivre. Rappeur qui est le mic et qui va parler de lui. Tu as dit qu'il y a message. فهمتني هذه هي الكولتور شن لخص الحديث ريتو فذرا نعرفش انا باتيمه كبيره كي على الاخر
فهمتني باش تلقى ادمنستراسيون من الفوق اللي فيها ليكيب الاندرغراوند تخدم ومولودها باش تلقى هذيك منعرفش انا شوب نتاع ستريت وير هذيك تلقى دي ستوديو باش تلقى غاديك يبيعوا لي سكيت ودرا شنيا باش تلقى غاديك طون تاع كي تبيع لي باس نتاع لي بين مونجي هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا معناها الاندرغراوند فاميلي راهو توصل حاجه هكاك اما بالنسبه للعلاقه الدوله والهيبوب باز مش يصير فما برشا اونطون ديجا خاطر الهيبوب ينقد في الدوله دونك الدوله ما تنجمش تقف مع حاجه تنقد فيها برشا فهمت هذيك هي اللعبه مش ما تنجمش اما الدوله مش ما تنجمش هي ما فوالا هي ما يساعدهاش جمله فهمتني هذا هو كي بالعكس تي الشعب نعرفش انا شعب عمل له اخلاق له ديزيفينمون اخلاق له فوزيت ينجم يبارتيسيبي بيهم تو الدوله معناها بالرسمي ما عادش تخدم لا تلقى عباد نعرفش انا لا تلقى عباد في الشارع لا عباد مجرمه لا عباد ما عندهاش تخدم ما عندهاش خدمه معناها تصور انت مثلا لي جرافور منعرفش انا وياه حتى الجرافيتي مثلا تصور انت الدوله منعرفش انا توفر لنا حكين وحتى الجرافيتي تولي تدخل منها فلوس فهمتني معناها تصور انت قداش من واحد اللي عنده حيط وكان البومبا معناها والحيط فهمتني هو ما يدبرش منهم فلوس بيان سور باش يمشي منا ومنا ومنا معناها حسيلو خويا احنا بالدوله بليش دوله نحاولوا نقدموا نحاولوا نعطيه كان الدوله وقفت معنا مرحبا كان الدوله ماهيش واقفه معنا نحن نقولوا اللي راهو بالرسمي معناها ما وقفتش معنا فهمتني هما رانا نقدموا معناها نحاولوا نقدموا كاو لازم الممتعنا مثلا كلهم كومبلي دونك علاش ما نعرفش انا ما تصيرش حاجه ولا ما نعرفش انا حتى يكلمونا ولا يشوفوا هكا يشوفوا موا سين على سين ان كلون دامي اللي ما عندناش وراك وكل اما ما فيها بيس يجي واحد يسالنا معناها يا معلم فيش انتم ما فيش قاعدين تعملوا وما تحبوش نعاونوكم في حاجه ابريتو الميساج اللي نوصلوا فيه ماهوش ميساج نتاعكم ماهوش ميساج خايب ابريتو قاعدين نوصلوا في كولتور معناها ابريتو العباد اللي ماهيش قاعده تبانك على الفيسبوك تبان يدري فيش تعمل وما احنا نجيبوها الغاديكا وما يشيخوا بالموزيكا يتعلموا حاجات مش يقعدوا هكاك وما دونك لازم فما تحركات.